السلام عليكم من قناة الشبيبة. موجز عمان اليوم وإليكم أبرز العناوين. تحت شعار شراكة نحو الابتكار والتعاون في تكنولوجيا المعلومات، يفتتح اليوم مؤتمر الشراكة العربي الهندي الخامس الذي تستضيفه السلطنة، ويشارك فيه أكثر من 500 شخصية من البلاد العربية وجمهورية الهند، ويستمر يومين. تحتفل جامعة الشرقية اليوم بتخريج الدفعة الأولى من حملة البكالوريوس والدفعة الثانية من حملة الدبلوم للعام الأكاديمي 2016-2017. تنظم الجمعية العمانية للفنون التشكيلية اليوم معرض النحت الأول، ويشارك في المعرض الذي يستمر حتى 22 من ديسمبر الجاري 17 فنانا وفنانة بأكثر من 50 عملا فنيا. تمكنت وزارة القوى العاملة من إجراء تسوية ودية في دعوى بالفصل التعسفي بلغت قيمتها أكثر من 25 ألف ريال عماني، بعدما قامت إحدى منشآت القطاع الخاص بفصل عامل عماني بدون أسباب قانونية. انخفاض عدد الجرائم في السلطنة العام الفائت بنسبة 17% عن العام 2014، ليكون أقل الأعوام تسجيلاً للجرائم في السنوات الثلاث الأخيرة. نبقى الآن مع نشرة الجوية المتوقعة ومواقيت الصلاة ليوم الغد. هذه كانت أبرز العناوين لهذا اليوم. للمزيد من المعلومات زورونا على الشبيبة.com. إلى اللقاء.